عقد وزير الموارد المائيه والري محمد عبد العاطي مباحثات مع نظيره العراقي مهدي رشيد الحمداني خلال زياره سريعه لدوله العراق، حيث ناقش سبل تعزيز العلاقات خلال الفتره القادمه في اطار مذكره التفاهم الموقعه بين البلدين، وقال محمد عبد العاطي ان عددا من الدول الشقيقه والصديقه تبدي اهتماما للاستفاده من التجربه المصريه في مجال اداره الموارد المائيه، كما شارك عبد العاطي في الجلسه الافتتاحيه لمؤتمر بغداد الثاني للمياه والمنعقد بالعاصمة العراقية بغداد تحت عنوان المياه والتغيرات المناخية